هنا أيضا أوجه ندائي إلى الأخ صديقي وعزيزي وابني مصطفى الكاظمي، أقول له رغم أنك تنا من التدخل بشؤون القضاء وهذا شيء جيد منك، ولكن يجب أيضا أن تطرح هذه القضية على مجلس رئاسة الوزراء، إنه من حقك أن تطرح رفع الحصانة عن البرلمانيين، لأن ذلك يتناقض ويتعارض مع أخذ إجراءات حقيقية وصارمة بحق الفاسدين. هذا يعني لا احنا إضافة إلى ما، وإنما بالعكس يعني دعم القضاء، بالإضافة للدعوة الكريمة التي أنت نعم وجهتها سيد غالب الشابندر، نحن نهيب بمجلس النواب بأعضائه وبرئاسته أنه الأسماء التي وردت أن ترفع الحصانة عنهم قد يكونوا أبرياء يذهبوا إلى القضاء. لكن أنا أريد أن أسألك أستاذ غالب. لا دكتور، نقطة نظام. أنا أدعو مجلس البرلمان، هو يدعو إلى رفع الحصانة على أعضائه. هو أنا أيضا دا أكمل هذا. أنتم البرلمانيين شرفاء، أنا أقول مؤمنين، أنا أقول أيضا هذا سيد غالب، جئتم باسم الشعب، إذا أنتم صدق شرفاء اطرحوا شعار رفع الحصانة عنكم. لا تلعبون. أنا أمام الشعب العراقي يا سيد غالب الشابندر، صيروا شرفاء. أستاذ غالب خليني أشاركك الأسماء التي ظهرت بالتسريبات وبالاعترافات. أنا أعتقد الإنسان أهم شيء سمعته. نتمنى كما قال السيد غالب الشابندر أنه الأخوات والأخوة اللي وردت أسمائهم هم يطالبون برفع الحصانة عن أنفسهم حتى يتأكد لنا أنهم مستعدون أن يواجهوا القضاء. الشرف والدفاع عن الفساد مو خبن سوالف، مواقف. اليوم أنا ورد اسمي أروح إلى القضاء وأروح للسيد الحلبوسي أقول له أرفع الحصانة عني، أنا واجه القضاء. سيد غالب، القضية الآن في واحد من الاعترافات للسيد الجوراني يقول بعام 2018 قام المدعو النائب فلان باللقاء معي وطلب مني مبلغ 750 ألف دولار أمريكي مقابل عدم التهجم علي في القنوات الفضائية، ويقول وعدم تهديدي، وقمت بتسليم المبلغ في داري الكائن في منطقة زيونة في عام 2014. الآن المتهم تحول إلى مجرم وتم الحكم عليه. إحنا ما يهمنا الفلوس، كيف تسترد هذه المبالغ؟ والمبالغ ليست قليلة، هذا نائب واحد في صفقة واحدة ماخذ مليون إلا ربع دولار، شلون نسترد المبالغ؟ يعني أنا مو قضائي، أنا لست قاضيا يا أخي، ولكن أقول أنا لو تخليني لا يكفي السجن وإنما ينبغي استرداد الأموال. أرجع لك نعم 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 أستاذ غالب، استرداد المال قضية مهمة.